الموسم هذا ما كانوا بعافيتهم زي الموسم الماضي. مع احترامي للعدد الجماهير قلت ان الشباب فريق شباب ما في اي شك اصلا هناك. اسمعني في يعني تعاطف كبير مع الشباب حتى على المستوى الاعلامي انهم يطلقون عليه من يعني ارادوا ان يغيروا مفهوم قالوا خامس الخمسه الكبار. احنا عارفين من زمان في الدوري الاربعه الكبار. مع الكلام هذا قالوا الخمسه خلينا نحط الشباب مع البطولات مو بصحيح. لا مع البطولات يا اخي يا سيدي فضل اسمح لي لحظه مش بكيفي وكيفك تحط لي تغير منظومه تقول خامس كبار بكره يقول لك هذاك السادس الكبار. خلاص من المسلمات ان في اربعه كبار. لا ما هي ما هي لحظه يتغير الاهلي ايوه والانديه الغربيه الاهلي والاتحاد أيوة. النصر والهلال يعني هذه الاربعه الشباب والشباب مو كبير. شفت هذا الكلام هذا الكلام على اساس دخلت الشباب انا ما دخلت بس لحظه ممتاز على اساس من دخل الشباب الشباب شو وضعه بينهم ليش دخلتوه الان وقبل كان الاتفاق لبطولات ما قلنا خمس الكبار ليش ما كان منطقيا من حقك انك تقول لكن الشباب ما معليش من حقي لا ما انتظر ما انتظر من حقي انا احترم الاربعه الكبار لا وحتى الشباب احترمه لحظه شوف ايش قال قال ليش ما قلت من اول الخمسه الكبار لا انا ما اشتقت الشباب من الكبار الاربعه الكبار هذا حق ما هو شيء ثابت ولا ندخل اي نادي لا القمه تتسع كم على كيف الشباب انجازات بطولات الداخله. طيب خلينا ناخذ التاريخ الماضي وندخل مع الاربع الكبار. وش التاريخ لا 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 يعني لا 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 ايش التاريخ اللي انت تتكلم عنه؟ الاتفاق على عيني وراسي أول نادي سعودي. لكن انا من اول نادي سعودي حق بطولات خارجيه. ايش كنت ليش ما دخلت الخليج وعربي؟ ما يصير ادخله ما يصير تركي تركي هذا حق مسلم. هو يقصد ان الاتفاق حقق الدوري قبل الشباب. طيب شو المشكله؟ ليش ما دخلنا؟ ليش مشكلتك ما دخلتها؟ لا طيب من حقك انك تطالب ان هذيك الشركه الكبار ليس فقط البطولات. هناك الحضور الجماهيري هناك الحضور الاعلامي وبالتالي يطلق عليه الاربع الكبار. سوف يكون عند الوحده الموسم القادم الكلام هذا. طيب فاصل بنروح فاصل وبنخليكم تريحون شوي تهدون تروقون قهوه شاهي فطاير معجنات عطوه مويه عطوه روقوا. احنا بنروح فاصل وراجعين.